ليس هناك أعظم من المصري إذا نحت أو رسم، وهذا الفنان استهواه النحت والرسم على الخشب، فقرر أن يتميز ويبدع فيه. هي نوع من أنواع القيمة، بس قيمة بطريقة مختلفة خالص. يعني القيمة بتاعتنا عادي، اللي هي بتاعت الصالونات، اللي هي ورد وورق وحاجات زي كده وصدف يعني. إنما بالنسبة للجزء اللي أنا بعمله دوت، إن أعمل أشكال مختلفة على جذوع الشجر، دي فرصة تانية يعني. أشكال مختلفة، بعمل طيور، بعمل حيوانات، بعمل أسماء إسلاميات، آيات قرآنية، بعمل شغل فرعوني. عشان أنفذ الحاجات دي لازم أكون بعرف أرسم، إن أنا بحب الرسم وشغلتي في القيمة. طب إيه المانع إن أنا بقى أستغل الاتنين في حاجة واحدة، الحفر على الخشب اللي هو القيمة والرسم. بأقل الإمكانات يتحول على يديه جذع شجرة عادي إلى لوحة فنية نابضة بالحياة والإبداع. هو أول حاجة طبعاً إحنا بنجيب الخشب، بننظفه من برة تماماً، وبشيل الغلاف بتاعه وبطهره من أي حاجة. المرحلة الثانية إن أنا بعد ما أطهره وأشوطه وننظفه خالص من أي أتربة، بعوزه بدهنه نفض أو جاز عشان أطهره من أي حشرة صغيرة، نملة وحاجات زي كده يعني، وبيته فيها بدوله كميه كبيره من المطهرات ديت. وبعد كده المرحله اللي بعديها ان انا بقطع الخشبه حسب المساحه اللي انا عايزها، حسب الشكل اللي انا عايزه ابتدي اقطعه. بعد ما بقطعه ارسم الرسمه اللي انا عايزها وابتدي اشتغل فيها، وبعدين انحت وارسم تاني، لان الرسم ده مراحل، ما ينفعش ارسم الرسم مره واحده وانتحت، لان لازم اشيل وارسم تاني وهكذا يعني. في ورشته الصغيرة بأحد شوارع منطقة مصر القديمة، تجده معظم الوقت منكباً على صناعة تحفة فنية جديدة ليضيفها إلى قائمة أعماله الطويلة. بشتغل بالمنجلة اللي أنا بشتغل عليها، اللي أنا بربط بيها الخشب، المنشار اليدوي بتاعي جداً، المقشاطة، المبرد، شغل يدوي، ما فيش أي مكان. الحمد لله ربنا وفقنا، ورحنا عملنا الشعار بتاع المحكمة الدستورية العليا، اللي هو التمثال اللي هو بتاع معايت، اللي هو رمز العدالة أيام كدباء المصريين، واللوجو بتاع المحكمة في كبير يعني، شجرة طولها مثلا 2 متر في قطر 60 سنتي. والحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله، ونالت الإعجاب، وموجود وقت حاليا في المحكمة، ودي حاجة أنا أفتخر بيها طبعا، دي حاجة شرف ليا طبعا. كل تحفة خشبية هنا هي نتاج مجهود عضلي وذهني يستحق التقدير والثناء وايضا الاقتناء. يعني مكتب لفظ الجلاله الله سبحانه وتعالى، مكتب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المكتب جزء من الايه القرانيه، استغفر الله الله اكبر، واعملها بشكل جميل وبشكل في تصغرفه جميله كده، ببقى سعيد قوي لما بخلصه كده، وببقى مبسوط قوي لما حد يشوف كده بيقراها، ببقى انا سعيد اكتر حاجه بتسعدني.